فريق الزمالك حقق الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 30 لمسابقة الدوري المصري ممتاز. وبالنتيجة دي بيحتل الزمالك المركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد 31 نقطة. عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي. فريق الجونة تعادل مع سيراميكا سلبيا في مباراة اللي جمعتهم على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة 30 للدوري المصري الممتاز، ووصل الجونة للنقطة 32 في المركز الـ13 بجدول الدوري، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 41 في المركز الـ9. مجلس إدارة النادي المصري أعلن تجديد التعاقد مع كريم العراقي نجم خط دفاع الفريق، وده بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارا من بداية الموسم المقبل 2024-2025 وحتى نهاية موسم 2026-2027. النادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية، وشهد الميران انتظام بيرسيتاو في التدريبات الجماعية تدريجيا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة اللي تعرض ليها مع المنتخب. الاتحاد الألماني لكرة القدم ودع نجمه الأسطوري توني كروس بعد اعتزاله اللعب رسميا مع ختام مشوار منتخب الماكينات ببطولة يورو 2024 اللي بتقام حاليا بألمانيا. نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عن تعاقده رسميا مع الفرنسي مايكل أوليس قادما من نادي كريستال بالاس الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقع اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات حتى 30 يونيو 2029. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمصطفى ومنى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دين.